الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله في الأمان علينا وعددنا علينا الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين لن يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين لن يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين قرأتك الشهران تفضل أظهر السلام عندك عندك أنتم يا رسول الله وعلى بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنها قد نزلت بك وقلمت الدنيا وراء ظهرها وافتقرت إلى ما عندك اللهم دمر المنطقة منطقها ولا تفتنها في قبرها بما لا طاقة لها به هذا الرحيم وقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوا على ما أنزل الله إلا فصامتنا ومعنا
وليالي تقوي علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا أزلنا على قومه البديئي مثل من السماء وما كنا مسلمين. كانت الله صحة واحدة فإذاهم خامدة. يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلا المرحبا اللهم يا ربي أنت وبعدك أنا يمينها وروح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا ربي إنها قد نزلت بك وخلف الدنيا ولا ظهرها وافتقرت إلى ما عندك. اللهم تفد هذه المسألة في منطقها ولا تبتليها بقبرها بما لا طاقة لها به وأثق بنبينا عليه السلام. اللهم عافيها واعف عنها وأكرم نزلها ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقذه الأبيض من الدنس. اللهم يا رب اجعل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم يا رب اجعل من المغفورين اجعل من التوابين اجعل من المتطهرين اجعل من الذين لا يخفى عليهم ولا يحزنون. اللهم اجعل من الذين أحسن نفسهم بيده ولا يرحمون كفرا ولا ذلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ويدخل على المقابر الرحمة والمغفرة يريد الديال العائلة رفقا جميعا وسخر الجميع أرحم من الصابرين وأجركم من الأبرار الله يتقبل العمل الجميع إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. مال الرحيم من يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أنزل إليكم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاصم الجنة بها من جميع الأهوال والآفات وتقينا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات واغفرنا بها عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والدلالات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.